معاكم المغامرة والباحثة والمستكشفة رحاب الظنحاني. اليوم راح نعرفكم على أحد الأودية التابعة لإمارة الفجيرة، والذي يحتوي في جعبته على عدة معالم تاريخية وأثرية، وهو وادي ضبعة. ومن تلك المعالم بري وادي ضبعة، وكذلك صخرة تاريخية وأثرية نقشت عليها رسومات قديمة وتاريخية، وراح نتعرف كذلك على سكنات ومقابر قديمة لوادي ضبعة. ويشتهر الوادي بكثرة أشجار الصمر وكذلك انتشار محاكر العسل بكل زوايا هذا الوادي. وهذه صخرة نحتت عليها مجموعة نقوش ورسومات تاريخية وقديمة التي كانت تحكي عن نمط حياة في حقبة من الزمن. وهذا جانب من السكنات القديمة لهذا الوادي، وكذلك جانب من الوعوب القديمة التي كان في قديم الزمان يزرع بها البر والدخن والشعير، فهذه أحد الوعوب القديمة في وادي ضبعة. وهذا الجانب هو جانب المقبرة القديمة لهذا الوادي اللي تعتبر من المقابر القديمة في المكان. ومن أمام أهم معلم في وادي ضبعة، أنا أمام بري ضبعة الذي تم بناءه على مكان مرتفع وكاشف للمنطقة من كل الزوايا، والبري يعني البرج الذي كان يستخدم للمراقبة والحراسة، فهو يكشف المنطقة من كل الزوايا. ونظمنا نحن مجموعة رحلات ومسارات لهذا الوادي، يعني بإمكانكم التعرف على هذا الوادي والمعالم اللي موجودة فيه مجاناً. وبالختام نتمنى أن تكونوا سفراء لمعالم بلادنا.